جزاك الله خير. فيه طالب كان يفعل العادة السرية. إيش؟ يفعل العادة السرية. نعم. يعني عاصف. نعم. فأتى عليه رمضان ولم يبلغ. ولم يبلغ؟ أي ولم يبلغ. وصام ذاك الشهر. ثم أتى عليه السنة يعني الجديدة يعني سنة أخرى. فبلغ. فمع ذلك كان يفعل العادة السرية. في نهار رمضان. في نهار رمضان وهو لا يعلم بالحكم، يعني ما كان في يعني شهادة في السنة السادسة أو أولى متوسط ولا يعلم عن هذا الشيء يعني عن حكمه. أي نعم. ولا يعرف الآن عدة الأيام اللي يعني فعل فيها هذه العادة. ما أدري إيش جوابكم جزاك الله. أولا أنك ذكرت أنه كان يفعل هذه السرية ولم يبلغ. نعم. كيف هو لم يبلغ؟ لأنه لا يمكن إذا خرج المني منه بلغ حتى لو لم يكن له إلا 10 سنوات بعدها. لا أنا أسأل سؤالي الأول سؤال عن قولك الأول أنه يعمل عن العادة السرية. نعم. هل هو ينزل أو لا ينزل؟ لا ينزل في الأول يعني في الأول في أول سنة صامها. إيه؟ بعدها صامها بسنة يعني بلغ. نعم. ولا يعرف يعني عن الحكم هذا الشيء. نعم. إذا كان هذا لا يعرف عن حكم هذا الشيء ويظن أن العادة السرية لا تفطر فإنه لا قضاء عليه، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت.